عدد من المنشآت الأمنية الشرطية استفادت منها بسكرة على غرار المصلحة الجهوية للعتاد ومركز فندقي وفرقة للشرطة القضائية بزريب تلوان. كان تشكيلات راهي تخدم الحدود، راهي تبذل مجهودات كبيرة، فيه بعض الشبكات اللي ممكن تقدر تتسلل هذا الخط الأمامي الثاني، وانتم من بين هذا الخط الأمامي الثاني بالتنسيق مع قائد القطاع الفرعي ومع قائد الكتيبة للدرك الوطني مع كل المصالح المختصة سواء المدنية وعسكرية. ودعما لتأمين التوسع الحضري ومكافحة الجريمة الحضرية، تدعمت مدينة بسكرة بمقر جديد للأمن الحضري. انتم كامل حضري، المهمة تاعكم الأساسية سي الوقاية. نعم سيدي. سي العمل الجواري اليومي المتواصل مع المواطنين. انتم اللي ترافقوا العائلات، ترافقوا رؤساء الأحياء بالتنسيق مع رؤساء الأحياء مع كل الفاعلين في المجتمع المدني. وهي كلها هياكل ترفع من قدرات الأمن الوطني في استتباب الأمن الحضري من جهة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.